يا شيخ حسن الله إليك، الحاج إذا جمع وقصر في منى ينكر عليه يا شيخ؟ في منى ما في جمع. إذا جمع يا شيخ، طيب عن جهل؟ إذا جمع فلا بأس، لأنه مسافر والمسافر يجوز له جمع. لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجب. لا أجب بقوة. لا ما يختارش. خلاص. طيب ما ينكر عليه يا شيخ؟ ها؟ ينكر عليه؟ لا يبين له، ترى هذا خلاف السنة. لكن قد يكون إنسان معذورا، إما لأنه يشق عليه الوضوء أو الماء قليل أو ما أشبه ذلك من الأذاق، فلا بأس أن يجمع. نعم.